بتقولي مين؟ انتي اللي بعتلنا الجواب ولا مين؟ طب تعالي. قولي بقى ايه الحكاية؟ احنا زوجتين قاعدين مع بعض في بيت واحد، فكان عندنا يعني طلب، ففي واحد صحفي جه عندنا هنا وعمل معانا موضوع ان احنا عايشين يعني مع بعض كويسين وبنحب بعض، واولادها هم اولادي، انا معيش اولاد واولادها هم اولادي. فهو عمل موضوع يعني من حكاية. مين الأولى ومين التانية؟ انا الاولى. انتي الأولى، ما عندكيش أولاد فتجوز عشان يجيب أولاد، فانتي طلبتي إن هي تجيب أولاد والله. بخاصة عشان انتي جبتي أولاد، مش فاهمة. يعني دلوقتي لو كان في الأول الموضوع ده كنت هيبقى ليكي نفس الطلب؟ مش لو كان قبل ما انت تجيبي اولاد، انت ما شاء الله دول اولادك اربعة او اربعة تلات أربعة، ثلاث بنات تلات بنات ولد وكبار، فدلوقتي اكيد هو لو هي جابت اولاد مش هيسيبك. هي مش مربوطه بكده، هي مربوطه ان انا دول اولادي واللي هيجي برضو ابني بامانه والله، وانا الفرحه اللي دخلت قلبي معلش وفترخ دخلت قلبها، لان منهم ثلاثه مولودين على ايديها، انا نفسي ادوق الفرحه دي مش اكتر ولا اقل والله. بس فهي القصه كلها والله ان انا يعني ايه قصدي اقول ان هو كان سبب الزواج التاني الاولاد عدم الانجاب، بالظبط كده. ما قلتلوش بقى ليه ما اتجوزكش ولا نخليها تخلف او تساعديها تخلف قبل ما تتجوزي جوزها؟ اولا ما كنتش اعرفها تمام، فعادي فاكراها زوجه، اولا يعني زوجه اولى عاديه، يعني ما كنتش فاكره ان يعني هي من المواصفات، لما عشرتها لا المواصفات كويسة، جميله جدا بصراحه. فطبعا انا حبيتيها بعد أربع عيال. كم لا سنة؟ والله، لا والله، كم سنة دول؟ لا انا دي 13 سنه كتير. تمام. دي فاطمه سايباها لام حمزه اللي هي امين، وهي عندها 6 شهور ياه، والله، فسبتها لها. و انت لو رحت فين؟ لا كنا بعاد عن بعض، كانت هي في مكان وانا في مكان تاني خالص. ايه ده والله؟ والله لا ثانية واحدة، يعني انت اتجوزتي وبعدين أول واحدة سبتيها لها هي تربيها؟ ليه بقى؟ كانت بتشبط فيها لما والدها كان بيروح لها، عشان والدها كان عامل 3 ايام هنا وثلاث ايام هنا، فهي لما راحت مرة عندي ايمان حبيتها، بقى كل اجازة مش تعلقها بوالدها ان هو ماشي. بقت عايزة تروح مع والدها عشان خاطر تشوف ايمان، وبعد كده بقت لفظ ماما على بقها، ما بقتش تقول اروح لطنط ايمان، لا راح لماما امين، جاي من عند ماما امين. فطبعا حضرتك عارفه يعني ام، كلمه ام ما تقالش لحد غير لما اكون فعلا حساه. حساها، ودي طلعت فعلا مشاعر للطفله اللي عندها 6 شهور او سنه دي، انها تقول ماما، يعني بقت تقول لها ماما، يعني لسه ما كمان ما قالتش الكلمه بشكل صحيح. فطبعا لما جت يعني الكلام ده كانت لسه ما شفتش ايمين، بعد كده طلعت من الكرم قلت لهم انا عايزه اشوف ايمين. طب ليه خليكم بعيد عن بعض احسن، هي عايشه في حالها وانت عايشه في حالك. انت طلبتي انكم تعيشوا مع بعض؟ انت اللي طلبتي؟ طلبت، هو كان فاكر الموضوع يعني مش جد، بس طبعا عشان ايه؟ عشان هو يفضل 6 ايام ولا عشان ايه؟ لا والله العظيم ابدا، عشان هو اغلبيه الايام اصلا مش معانا. مش معاكم انتوا الاتنين في تالتة ولا ايه؟ لا الموضوع عادي جدا، وعلى فكره هو يعني لا خالص والله ابدا. يعني هي لما جابت فاطمه بدانا ان احنا بنتقابل ونشوف بعض ونخرج مع بعض، فبقينا زي الاخوات وبنكلم بعض في التليفون وكده. فجت الفكره بقى ان احنا ايه، بدل ما يبقى هي في مكان وانا في مكان، ان احنا لا انت احكي لي بقى الحكايه من الاول خالص. انت لما جه وربنا ما رزقكيش بالانجاب، ف جه فتحك ان هو هيتجوز؟ لا انا بصراحه اللي قلت له الاول، قلت له يعني ايه المشكله مثلا ان انت فات قد ايه وقت؟ كان 3 سنين وشوية، 4 سنين كده، فقلت له يعني ايه المشكلة انت تتجوز وكده، فقال لي لا ما ينفعش ولسه يعني العمر قدامنا طويل ونشوف وكده. فانا كنت بروح عند دكاترة واكشف شوية والاقي الوقت هيطول، فقلت له مرة والتانية، فقال لي طب ما تشوفي لي عروسة، قلت له لا انا ما يعني ما اعرفش، ما عملتيش حقن مجهري ولا اهي خالص. كان كل ما اروح للدكتور كان يقول لي علاج علاج علاج، وفضلت السنين دي كلها ماشية على العلاج.
ما قالكيش ان ينفعك يعني حقنا؟ لحد من سنه وشهرين كده عملت منظار، فقال لي العلاج مش هيعمل معاكي نتيجه وكده، انت محتاجه حقن مجاري. ما عملتيش ليه من الاول حقن؟ ماما كان كل دكتور اروح له علاج بس، محدش قال لي موضوع الحقن. هي من سنه وشهرين بس، فالدكتور قال لي دكتور، رحت للدكتور بقى يعني كبير شويه، فقال لي لا يعني حالتك بعد المنظار محتاجه حقن، مش هينفع معاها عليك. وانت عندك كام سنه دلوقتي؟ عندي 41. وقال لك ينفع دلوقتي؟ طيب وبعدين قال لك هاتي لي عروسه وبعدين؟ قلت له طبعا انا ما اعرفش حد وكده، فانت لو تعرف حد عايز، انا بالنسبه لي مفيش مشكله يعني. ممكن كنت بتقولي كده انت عارفه انه هيعمل كده فعلا، بتقولي كده وخلاص؟ لا في الاول كده خلاص. كلنا بنقول، كلنا بنقول اي حاجه اي كلام. ها اللي هو يعني ايه قالها بجد. بعد كده برضو يعني ايه كنا بناخد الكلام بهزار وكده، وشفت عروسه ولا لسه، و لحد بقى انا ما يعني قلت له لا لازم فعلا تشوف عروسه، وانا بالنسبه لي والله مش هبقى زعلانه، وجايز يجي طفل مثلا يقول يا ماما مثلا او حاجه. فبالفعل يعني شافوا ام حمزه، شافها فين؟ هي كانت اخته شغاله معاها في مكان كانت هي اخته شغالين في مكان. انت منقبه عشان التصوير ولا منقبه في الحقيقه؟ طبيعي. فاخته يعني قالت له في واحده معايا في الشغل كويسه وكده، فايه رايك تشوفها؟ فهو شافها. و انا بسال عشان اشوف شافت بالنقاب. لا ما كنتش منقبه. انتيش منقبه. المهم اتعرفوا يعني على بعض وحصل نصيب. انت بقى جه قال لك يعني جه قال لك ايه؟ لا خلاص انا عارفه كده ان هو ماشي في موضوع جواز. لا عارفه منين يا جه؟ خلاص احنا اتفقنا ان هو كده، هو ابن خالي اولا. هي بنت عمته. دخلك صح كده، ده ملوش اي علاقه بان جوزها بيتجوز. في قرايب بيعرفوها الاخبار، ايه بكره كاتب الكتاب بعد الشبكه. يا نهاري. لا لا بس انا عارفه يعني هو احنا كده. ده اكيد كان عذاب اكيد في الاول. تكذبيش؟ لا في الاول كنت طبعا ببقى متضايقه وبعيط وزعلانه. ما قلتلوش خالص بقى اتطلق؟ لا. ليه بقى؟ عشان هو كويس معايا، ما شفتش منه حاجه وحشه تخليني اسيبه. وهو ما فكرش خالص يسيبك؟ خالص خالص، حتى قلت ممكن يعني بعد ما يجيب اطفال يبقى في تغيير. لا لقيت الوضع زي ما هو. ولما جت بقى فاطمه يعني عرفت ان هي حامل وكده، اقول حاجه اتضايقت في الاول، وبعد كده قلت يعني لا خلاص هي مش من نصيبي وده قدر بتاع ربنا. لقيت ام حمزه بعد كده طلبت منه ان احنا نشوف بعض، فهو قال لها يعني ايه مخليكم كل واحد في حاله احسن. قالت له لا انا بسمع عنها ان هي كويسه، فعايزه اشوف اتحاد قوه ولا لا. شفنا بعض لأول مرة، قعدنا نتكلم مع بعض. وهو شفتوا بعض فين بقى؟ اتقابلنا في جنينة، قعدنا مع بعض ويعني وأكلنا مع بعض وكده، وارتحنا لبعض. بدأنا بقى تليفونات وبقينا نطلب منه إن احنا نخرج، فكان ممكن كل أجازة أو فوت أجازة ونخرج مع بعض. بعد كده بقى هي ولدت فاطمة. بس الكرو بس مبسوطة ازاي؟ الكرو مبسوط مقصة جدا. وفاطمة كان عندها 6 شهور، بدأت بقى يعني مرة جت مع باباها، مامتها كانت تعبانة وجت قعدت معايا وبيتت معايا، فكانت ماسكة الأول في باباها وبعد كده مسكت فيا أنا. بقت بقى تحب تيجي عندي، بدأت بقى لما تكبر شوية تسأل عليا، وبقت تيجي تقعد يومين ثلاثة كده. مامتها حملت تاني، فبقت بقى أغلبية الوقت معايا. اصلا كنت الاقي جاي اقول له فين فاطمه. بس بصراحه شديده بقى، انت كنت وانت بتتجوزي حد متجوز، كانت اول جوازه ليكي طبعا. فاكيد دي مش المفروض انها مش جوازه حلوه، بنعتبرها كده، احنا بنعتبرها كده حقيقه يعني. دي متجوزه راجل متجوز. بصي اقول لحضرتك على حاجه، هو احنا ايه انا حسبتها ان انا كنت عايزه بقى ايه، كنت عايشه مع مرات اب تمام، فقلت اخرج بقى من النطاق ده. ولقيته بصراحه ربنا بني ادم محترم بصراحه يعني، لما شفته حسيت ان هو بني ادم كويس، اتكلمت معاه شويه حسيت ان هو بني ادم مش وحش يعني، كمان متمسك بدي قوي. لا قصدي اقول بقى يعني لما اتجوزتي كان بصراحه، هي اتكلمت بصراحه، كان عندك امل بقى بعد شويه يطلقها؟ لا والله. وتبقي اولانيه؟ ما جاش في دماغي خالص خالص خالص. ما ينفعش اقول له طلقها اصلا. لا انت مش هينفع، لكن انت جه في بالك ان انت هتحملي وهتجيبي عيال وبتاع؟ ف هيجي بعد ما يتجوز ويجيب عيال، كان الانفصال هيبقى من اول، لكن هو من اول متمسك بيها، وانا لاقي التمسك ده باين يعني، باين في حياتنا ان هو زي ما بيعمل معايا بيعمل معاها، ما يزنيش عنها في حاجه، لا الايام زي بعضها والاجازه اجازه عندها واجازه عندي.
ففين بقى التفرقه اللي انا تخليني حتى مجرد ان انا يعني لما قعدتوا بقى في بيت واحد بقى ازاي يعني ايه؟ ما احنا بقى التفكير ده ايه ما بيقعدش معانا وراح فين؟ فشتوه؟ شغله وبجد والله بامانه يعني اغلبيه الوقت اللي بنقعد مع بعض اكتر من اللي بنقعد مع ابو حمزه بامانه والله. وبعدين عارفه يعني تحس ايه ان انا خدتك اختي ليه. هو انا مش عارفه اسال يعني ماشي حلو بس يعني ايه كل واحد في اوضه مثلا ولا ايه؟ دي اختي دي اوضتها. وزي كده مثلا اللي هي اسمه ايه مسلسل؟ حد متولي كده ويجي انا وام هنا؟ لا مش قصدي يعني يدخل الاوضه دي ينام هنا النهارده وبكره ينام هنا النهارده. لا خالص. ليه؟ بس حضرتك ما عشان خاطر احنا نقعد 11 سنه مع بعض هتحطي في القايمه الاولى. لكن انا معجبه بفكره ايه بقى؟ لا لا مش بالقصه، بفكره الرضا. بس هي لان دي اعلى درجات الرضا، يعني ان هي ترضى بعدم الانجاب وبعدين ترضى ان جوزها يتجوز عليها وبعدين ترضى انها 3 ايام في الاسبوع تقعد لوحدها، صح؟ انت بقى مثال الرضا الرهيب بالنسبة لي، يعني عارفة اللي هو ولا تذمرتي ولا اتضايقتي ولا قلتي له ما تروحش ولا ما تجيش ولا طلقني ولا اي حاجة. وبعدين بقى فوق كل ده خدتي البنت اللي هي جابتها بدل ما تعمليها وحش وتبقى مرات اب قالت لك يا ماما، فاهمة؟ جيتي انت عقدتينا اكتر بقى، فاهمة؟ رحتي الضربة القاضية بقى، رحتي مستدعياها عندك، فاهمة؟ اللي هو عملت لها ايه زيادة عن اللي انا عملته لها؟ ده برضو اعلى درجات التأقلم في ان ايه؟ التأقلم والحب والألفة اللي ربنا جعلها وذكرها في القرآن. طبعا ان بدل التشتيت ده ريحته الراجل. دي لان هو كان هناك قلقان عليا وهنا قلقان عليها. ف انتوا بتحبوه لدرجه، نفسي قبله بقى، بتحبوه لدرجه ان انتوا خلاص بقى. يعني وبعدين اديتوا له اوضه ثالثه، يعني ريحتوا نفسكم يعني، فاهم؟ هو اللي طلبها والله. هو طلب قال لك قعدوني لوحدي وكده كده الاوض قدامي، الاوضه اللي عايزه ادخلها هدخلها. بس انت بتبقي عارفه بقى انه داخل هنا ودي عارفه انه داخل هنا وحاجات كده. تركزي. انا والعيال فين؟ والعيال فين؟ بصلي لو دخلت في النوم. لو بصي العيال دخلوا سرقوا الشقه دي حته حته من بقى خلاص. ايوه العيال ليهم اوضه ثانيه؟ لا ما الاطفال هنا في سرير وهنا في سرير وهنا يعتبر فاطمه بتنام جنب بيتها. هنا 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 في فانتوا بقى انتوا اللي بتروحوا يعني انتوا الاوضه الثالثه دي هي بتاعت الزوجيه بس بتروحوا شعور بعض بان ما فيش حد ياخد باله من حد تمام يعني. بس كده ما فيهاش توتر يعني عادي؟ لا لا والله خالص بجد والله ما في توتر. لو في توتر هيبان يعني 10 سنين مع بعض. لو في توتر كان من تاني. غريبه قوي عشان احنا بقينا بنحب بعض والله. لا يعني في ال10 سنين ما حصلش موقف محرج في غيره في ليه؟ لا اتنين ملايكه يعني؟ لا مش ملايكه خلاص. غيرتوا كل ال غيرتوا كل القوانين بتاعتنا؟ طلعتونا وحشين قوي. لا والله مش كده. هو ممكن حصل موقف او موقفين. ايوه لازم يعني. انا عايز بس اوصل لك حاجه بس. بس كان من 7 سنين او من 6 سنين. ماشي. وبعدين رجعت قعدت مع نفسي قلت اللي هما ايه بقى؟ اللي هو مثلا مثلا كنت داخله المطبخ اشرب مثلا يعني فلقيتيها مثلا بتهزر مثلا اوضه ولا او داخله عالي خالص بيطلع نهائيا نهائيا لقيتيها في الاوضه يعني مثلا مثلا انا بقول لك مثلا يعني. فطبعا دخلت تتضايقي رجعت قلت طب ما هي ما بتضايقش وبتبقى معايا عادي لما بتبقى عارفه ان انا يعني مثلا. بس يا جماعه دي برضو انا بقول لكم انا بقول لكم ايه؟ انا بقول لكم ان هي مش بالنسبه لي هي قصه طلعت على موقع فهي قصه محرقة يعني. انا مش جايه اعمل سبق يعني، انا جايه بقول ان انا بدي مثال لاعلى درجات الرضا وانتي اعلى درجات التاقلم او التكيف. ان انا اخلي حاجه انا حباها برضو مش غصب عني. ما في فرق ان انا اتاقلم على الوضع الاجباري انا اتجبرت عليه، وضع انا طالباه وحباه.